هشام بناني رئيس النادي الملكي للدرجة النارية. اليوم الحمد لله وصلنا لمدينة الداخلة بعد قطعنا الأشواط مراحل كلها ديال الطواف، بقينا المرحلة ديال القرقارات اللي غتكون إن شاء الله يوم 9 إن شاء الله. عدد المشاركين في الطواف 126 على متن 90 دراجة و10 سيارات. معنا الحضور النسوي هذه السنة هذه إن شاء الله مثل 11 الإمرأة اللي جات سايقة إن شاء الله. الحمد لله هذه السنة هذه عرفت مشاركة رغم الجائحة أن عندنا مشاركة ديال دول أجنبية، معنا من أمريكا، من الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا من العربية السعودية ومن فرنسا. الحمد لله هذه السنة كان شوية طواف طويل حيث قطع المشاركين مسافة 7500 كيلومتر. انطلاقة كانت من مدينة الرباط ثم طنجة ثم الحسيمة الناظور وجدة اتجاه بوعرفة بودنيب تنغير الرشيدية ورزازات طاطا تزنخت قلميم. بعد قلميم جات المرحلة ديال الجنوب اللي هي بوجدور العيون طنطان الداخلة القرقارات. الحمد لله كما كتشوفوا أجواء جد مفرحة بحيث كان استقبال كبير للمشاركين في مدينة الداخلة من طرف الساكنة، وكنشكروا بهذه المناسبة السلطات المحلية اللي ساهمت معنا في إنجاح التظاهرة هذه واللي كان عندها واحد الإقبال كبير واحد النجاح كبير. والحمد لله كيبقى الهدف ديالنا من هذه التظاهرات هو الدفاع والتعريف بالقضية الوطنية ديالنا. والحمد لله إن شاء الله الرحمن الرحيم راه حنا جميع المغاربة جنود مجندون وراء جلالة الملك إن شاء الله الرحمن الرحيم للدفاعنا الأرض ديالنا الحمد لله. Alors, je représente le club royal de Casablanca. On a commencé le parcours le 30 octobre. Alors, on a commencé par Rabat, on a fait le départ à partir de Rabat. Après, on a passé de Rabat à Hoseima. Tanger, de Rabat à Tanger, Tanger Hoseima. Après Hoseima Oujda, après Oujda c'est Ouarzazate. Et après Ouarzazate c'est Erfoud et après Goulmim on a fait la Youn et là on est parmi vous. Alors comment vous avez trouvé l'accueil de la ville de Dakar? C'est très très chaleureux, on a beaucoup aimé, on a beaucoup apprécié. On voit que voilà, on est un seul peuple, on est marocain, on est. Merci. Et je vous présente encore une motarde. Bah oui. Bah oui, c'est une motarde. Elle a fait toute la route. Alors, je te laisse. Bonsoir. Bah, écoutez, en français, c'est ça? Quand tu veux. Tabarakallah alaikum. Merci beaucoup pour cet accueil. Comme a dit ma petite sœur, on vient de Gouira, de Tanger tel Gouira, inshallah. On vient de Casablanca. On remercie d'abord le club royal ou Al Araso Akid, le président Hicham, c'est Hicham Bennani, et toute l'équipe qui a vraiment veillé à ce que cet événement réussisse. Merci infiniment, merci pour l'accueil que vous nous avez consacré, la famille Naïef Dakhla. Merci infiniment. Et comme a dit Sa Majesté, Inch'Allah, la Sahara Maghribia, ou la Jidala Fiha, ou Radia Sbqa Maghribia, Aash Malik, Aash Blad Diyana, Inch'Allah, Daïman, Bsaha ou Salama. Ou merci infiniment et vive le Club Royal.
vive toute l'équipe, tu barques Allah, la famille Kamla, et tu barques Allah, la Dakhla, chez Zgrita. Wesh! عاس صحراء والناس صحراء مغربيه وستبقى مغربيه رغم ان في كل شيء تبارك الله عليكم ميرسي انفينيمون ميرسي pour cet accueil chaleureux زعما on attendait pas tout ça et merci infiniment merci تبارك الله عليكم bon voilà bismillah alhamdoulillah ça a été un très 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 beau voyage Commençons à Rabat, Tanger, Houssima, Oujda, et puis passons par les frontières de l'Est. Donc, Jinam, Minsharq, Milgarb, Shamal, Sharq, Janoub, Yani, Minshamal, Ila, Gouira, Inch'Allah. هذه رحلة طيبة جدا وجينا لها يعني من كل مناطق المغرب فهذه رحلة هذه تتمثل تقريبا كل المدن المغربية وأنا شخصيا جيت من الولايات المتحدة الأمريكية أنا تمثل الفرع ديال نادي الملكي لدرجة نارية اللي موجود بفلوريدا وكانوا جاوا معنا إخوان وهذا يعني الشيء الجميل في هذه الرحلة هذه كانوا جاوا معنا إخوان وحد آخرين من أمريكا بداوا معنا هذه الرحلة هذه ومن بعد رجعوا لأمريكا باش حتى هما يمشيوا في هذا المسيرة الخضراء في نفس اليوم اللي كنا احنا فيه في العيون تنحتفلوا بمسيرة خضراء كانوا هما تيحتفلوا بها في اورلاندو مسيرة لوحدهم نفسهم احنا كنا تنسمعوا الخطاب صاحب الجلالة هما كانوا نفس الشيء تيعملوا فاللهم لك الحمد على هذه الفرصة هذه تحتنا والله العظيم الا جربنا من الطيبوبة من الاخلاق من الشعب المغربي اللي ما كناش نتصوروه الحمد لله يعني وخصوصا لما وصلنا للمناطق الجنوبية ما شاء الله يعني الجود والكرم ديال هاد الناس هادو الحمد لله اللي فرحوا بنا كرمونا وان شاء الله نرجعوا والله سي ايموسيونيل هاد اسمحوا لي برافو انا شخصيا اول مره تتاح لي هذه الفرصه اللي تنزوروا بلادنا بهذه الطريقه هذه تسمحوا لي ما قدرتش نكمل الله يعطيك الصحه شاركين من النادي الملكي للدرجه الناريه في دورته التاسعه من طنجة الوجدة الرشيدية ورزازات قلميم العيون والآن تنتواجدوا بالداخلة وإن شاء الله المسيرة بقى جاية القدام نوصلوا إن شاء الله تل القرقرات بس الصحراء مغربية والصحراء في مغربي والحمد لله إحنا معكم أنتم أخوتنا وإحنا أخوتكم عاش الملك عاش الملك كل جنان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فدا هب نداء في دمي وفي دم هواك ظلم ونار لإخوتي هيا للعلا سعيا ننشد الدنيا أننا نحيا يا شعار الله